السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع التلاميذ محبين قناة جوكوبي تي في. إذن إليكم هذا الفيديو سلسلة أتعلم لوحدي اللغة الألمانية. إذا الهدف من هذا الفيديو هو التحدث بكل يسر مع باقي الشعوب الناطقة باللغة الألمانية بعد النجاح المبهر الذي تقدمناه على الإنستغرام، إذن كذلك على اليوتيوب. أيها التلاميذ الأعزاء وكذلك محبين قناة جوكوبي تي في، سنتعرف الآن على أربع كلمات مهمة باللغة الألمانية، هي Wo ist die Bank؟ Wo ist die Bank؟ إذن الغاية من استعمال هذه الأربع كلمات هو معرفة الطريق للذهاب نحو البنك أو المحطة أو البريد. تستعمل هذه الكلمات الأربعة Wo ist die Bank؟ باللغة الفرنسية و لا بنك. إذن هناك ثلاث أنواع ديال التعريف باللغة الألمانية، هناك المذكر وكذلك المؤنث والمحايد كذلك der die das der die das. حاول تنطقوا هذيك الآية مزيان der die das. der خاص بالماسكولين، دي خاص بالفيمينين، das خاص بالنيتر. مزيان. Alors attention, un nom peut être féminin en français et masculin en allemand. Il n'y a pas de règle précise pour l'emploi de chacun de ces genres. C'est pourquoi il faut toujours apprendre le nom de son et son genre en allemand. Et donc, il y a une règle qui habite de savoir la le genre leur allemandien. J'ai dit la règle connecte les lettres en noir. J'ai l'aspect qui est le cas où il est mouanet ou il est mouhaïd. يجب علينا أن نستوعب الكلمة كيف ما هي باللغة الألمانية. وكذلك الكتابة، طريقة الكتابة الأسماء باللغة الألمانية تختلف على اللغة الفرنسية. عادة اللغة الفرنسية تكتب الماجوسكول في نوم بروبر شي مفهوم، أما باللغة الألمانية جميع الكلمات سواء لي نوم بروبر سواء لي نوم كومان تتكتب بالماجوسكول، الحرف اللاتيني كبير لوزاج الماجوسكول. إذن بالنسبة للبرونسياسيون اللي تثير انتباه ديالي هو بانك، مش نقولوش بانك نو، بانك دي بانك. إذا كون برونس لو ان دو بانك كوم لو مو ان لو تيغي سيبار دو ان سيبار ان دو لو ان دو ان دون بانك سينيال لابسونس دو نازال، لابسونس دو نازال سي بانك بانك. إذن فو إيز دي بانك. Wo ist die Bank? Le W en allemand se prononce comme un V en français. Ist die Bank. Wo ist die Bank? إذن في هذا الفيديو تعرفنا على أربع كلمات مهمة باللغة الألمانية. أول خطوة لما خص تعرف على ضربة الكلمات لمعرفة الطريق نحو المصرف أو المحطة أو البريد، وكذلك تعرفت على ثلاث أنواع ديال الأسماء باللغة الألمانية، هناك ماسكولين فيمينين ونوتر، ذكر ومؤنث ومحايد، وكيفية التعرف على الأسماء المؤنثة أو المذكرة أو المحايدة باللغة الألمانية. مكاينش هناك قاعدة عامة. وليزاج دي ماجوسكول، جميع الكلمات باللغة الألمانية تكتب بالحرف اللاتيني الكبير ماجوسكول، هذا مختلف تماما على اللغة الفرنسية. سي بيان بور أجوردي.